عانقها مسح. تم الانتهاء اليوم من المؤتمر الصحفي الخاص في حملة أصبحنا أقوى بشعار فخورون بتاريخنا، اللي هي هدف الرئيسي تهنئة سمو الأمير بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر والحفاظ على الهوية القطرية. حاليا احنا ننظم حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني. الحملة هذه عبارة عن تدشين كتاب أصبحنا أقوى بشعار فخورون بتاريخنا. الكتاب هذا راح يكون إن شاء الله أول كتاب يصدر في البلد يضم تاريخ المؤسسات والشركات والهيئات عندنا في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال وقطاع الإعلام. والله اجتمعنا اليوم في هذه الجلسة المباركة مع شباب قطري سوشيال ميديا وإعلاميين، والله شفنا في عيونهم وفي كلامهم همة لإظهار وإبراز تاريخ قطر. تاريخ قطر ظاهر بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن بعورتنا مع بعض السوشيال ميديا وإعلاميين بإذن واحد أحد سنصبح أقوى وأقوى وأقوى، كل لخدمة قطر وتميم المجد.